رسولنا صلى الله عليه وسلم أكد أن الخائن ليس مؤمنا حين قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فالمنافق الذي لا دين له ولا خلق له ولا إيمان عنده هو ذلك الذي يخون الأمانة، والذي لا يؤدي الأمانة، والذي يعتبر الأمانة غنيمة. هكذا بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيّن لنا أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن ترد لهم نصيرا. فخائن الأمانة، وهو من علامات النفاق، خيانة الأمانة من علامات النفاق، والمنافقين في الدرك الأسفل من النار.